أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي أكد أن إطلاق التعيينات مرهون بأمرين، بنص قانوني وقرار لمجلس الوزراء بحسب الموازنة. مجلس الخدمة هو واحدة من المؤسسات اللي تعمل على إنفاذ إرادة القانون، وواحدة من مؤسسات الحكم الرشيد اللي تسعى الدولة بها إلى طمأنة جميع طالبي التوظيف أن الوظائف التي ستكون متاحة لهم هي متاحة بشكل شفاف وعادل ومتساوي لكل أبناء الشعب العراقي. احنا في نهاية كل سنة نعد تقرير بموجب نص القانون يقدم إلى الرئاسات الثلاثة ويبين هذا التقرير، وهو نوعين من التقارير. التقرير الأول يتعلق بنشاط المجلس في مجال الخدمة خلال السنة المالية المنصرمة، وتقرير آخر يتعلق بمجال التوظيف وشؤون الوظيفة في المؤسسات والوزارات الحكومية. التقرير يرفع نهاية كل عام من مجلس الخدمة إلى الجهات المنصوص عليها بالقانون. الأسبوع الماضي أنا وقعت التقرير الختامي لسنة 22 وتم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية بكل تفاصيل الوظيفة اللي تمت خلال سنة 22. يعمل المجلس على إعداد مثل هكذا تقارير بشكل دوري.